هو انا شكلي هوملس ده بجد والله، يعني مش عارف شكلي مشرد مثلا. الست هرياني في انجلترا مش كده؟ مش عارف. خلونا طيب نبدا الاول بالترحيب بضيوفنا الاعزاء، ضيفتنا العزيزه دكتور دعاء سالم، رئيس اداره البرامج والشركات بالجامعه الامريكيه بالقاهره، والدكتوره في اداره الموارد البشريه. اي اهلا بيكي اولا، ازي الصحه؟ دكتور جمال فرويق صاحب بيت استشاري الطب النفسي، منورنا يا دكتور. ايه الاحوال؟ كله تمام؟ الحمد لله. طيب انا عايز أفكر بصوت عالي مع حضراتكم ومع الناس على مسألة الثانوية العامة. كلها أيام وهيبقى في نتيجة الثانوية العامة، والولاد كما جرت العادة هم حافظين كما جرت العادة برضو بقالنا أجيال، كله عاوز يخش طب، كله عاوز يخش هندسة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما بيشوفوش حاجات تانية معرفش ليه. فهنا هيبقى سؤالي أولا، هو إزاي أقدر أقول للولاد إن في مجالات تخصص كتير جدا بيحتاجها البلد علشان حضرتك تروح الأول تدرسها في الجامعة علشان لما تتخرج تشتغل، ما تبقاش موجود جوه طابور طويل. ladies first، ونبدأ أولا بدكتور دعاء. شكرا لحضرتك. أنا بس عايزة أبتدي وأقول، تفتكر حضرتك إحنا محتاجين نقول للأولاد ولا محتاجين نقول لأولياء الأمور؟ الاثنين مش كده؟ صدقيني الاثنين. بالظبط كده، محتاجين نقول للاثنين فعلا. هي مش طب وهندسة الحقيقة، إحنا خلينا نقول أو نفكر هو العالم متجه فين؟ العالم ومصر متجه لإيه؟ المجالات اللي موجودة دلوقتي فين؟ في إيه؟ يعني خلينا نقول مثلا التكنولوجيا طبعا بعد الأساسي، خلينا نقول الصحة النفسية، خلينا نقول العالم كله متجه نحو تغير مناخي، نحو أزمة اقتصادية. فنشوف العالم ومصر متجهة فين، أو المشاكل اللي موجودة عندنا إيه، ونقول هي دي المجالات اللي ممكن يكون السوق محتاجها. بس أنا عايز أقول بقى حاجة تانية مهمة يا أستاذ يوسف، إنه هو الأهم من السوق محتاج إيه، أنا بحب أشتغل في إيه، أنا شغفي فين، وهو ده اللي عايز أقوله للطلبة. أنا بحب أشتغل إيه؟ شغفي ناحية إيه؟ يا ما قلنا الكلام، محدش عايز يسمع الكلام. والله العظيم الشغف هو اللي هيدفعك للنجاح. هو اللي هيدفعك للنجاح بالظبط، هو ده اللي هيدفعك للنجاح، هيدفعك للاستمرار، هيدفعك للمثابرة، هيدفعك إن أنت تقدر تتخطى كل التحديات اللي هتواجهك. فعايزة أقول للطلبة كل واحد يشوف ويسأل نفسه هو بيحب يعمل إيه؟ والسوق مفتوح لكل المجالات. العالم متجه ناحية مجالات معينة، ومصر متجه ناحية مجالات معينة، ولكن نجاحي أنا كطالب في سوق العمل بيعتمد أساسي على حبي لهذا العمل وشغفي ناحيته. صح. هنا هرجع لدكتور جمال فرويز. أصبح إحنا في عندنا كده التراكم التاريخي بتاع الأسر والطلاب، عشان كده كنت بقول دكتور الدعاء إنه هو نصيحتنا للاتنين، يا طب يا هندسة، ما فيش خلاف على انه الكليتين حلوين وجميلتين وكل حاجه، بس في حاجه اسمها اداره الاعمال، وفي حاجه اسمها القانون، وفي حاجه اسمها الاقتصاد، وفي حاجه علوم سياسيه، وفي تاريخ، وفي اداب، وفي علوم انسانيه. هو ليه الناس دايما بتبقى مش هعتبرها بقى هنا احاديه النظر، مزدوجه النظره، ولكن في اتجاه واحد، يا طب يا هندسه؟ هي نظره اقتصاديه، عشان بس نبقى واقعيين. يمكن زي ما قالت الدكتوره دعاء، هو الاسره يمكن اكثر تركيزا على دي من الولاد. يعني انا نبقى واقعيين شويه، الجيل اللي طالع مش فارق معاه قوي، مش في دماغه قوي يكون دكتور الا عدد قليل، يعني عشان برضه مش الكل يعني، لكن في مجموعه هي عايزه طب، عايزه هندسه، بتبص لها منظور اقتصادي. انا هطلع دكتور يبقى في شغل مستشفى، هفتح عياده، هشتغل، هجيب فلوس، هعمل كذا. المجالات الاخرى او الهندسه، طبعا مجالات الهندسه المتعدده بيشتغلوا، ولكن المجالات الاخرى هو يقول لك ايه، ما اللي بينجحوا فيها قليل. ولازم نركز برضو عشان نبقى واقعيين في كلامنا النهارده. يعني انا دايما اقول لهم خدوا بالكم، ممكن تدخل طب ما تنجحش قوي، ممكن تدخل هندسه ما تنجحش قوي، ممكن تدخل تجاره تبقى في بنك، تبقى في اقتصاد عالي حاجه عاليه جدا، اعلام نفس الشيء، اقتصاد علوم، ما طبعا دي كليات قمه، اعلام وعلوم، اقتصاد علوم سياسيه مع طب والهندسه. ولكن في كليات اخرى، يعني ممكن تدخل زراعه وتبقى استاذ جامعه كويس جدا، ممكن تدخل علوم صحيه ودي جديده النهارده، عندك قسم علوم جنائيه جوه كليه العلوم،
ده هيبقى عليه ضرب السنه دي، نركز في ليه قوي. ده اللي بيطلع طبيب شرعي صح؟ هيدخل طب شرعي وده هيشتغلوا كلهم وهيتسحبوا جيش وشرطه، فيعني هتقلق عليه السنه دي مجموعه هيبقى عليه قوي. ده لسه اول سنه هيتفتح السنه دي، فده هيبقى رائع. تعالى في كليات الناس ما بتاخدش بالها منها، يعني هديك قصه صغيره. انا كنت بخدم في اليو ان، فكنت موجود في احد الدول الافريقيه، فكنا نزلنا مزرعه فلقيت واحد، فهم كانوا عاملين يخبوه مني، يعني لما نونا داخلين كده ايه العمل ده ولا عامل ده ايه ده. المهم طلع هو من جنسيه دوله كده، فهمنا فهمنا، فبيخبوه. المهم جه قعدوا تحت التبنه فجينا معاه، ما بيقول لي انا خبير في زراعه كذا وجايبينه من المكان اللي فيه لغايه الدوله دي وبيدوا له مبلغ كبير قوي. خبير ده قال لي انا معايا 5 سنين بعد بما يوازي الاعداديه عندكم في مصر. وبقيت ان انا طالع تخصص معين في الزراعه. بس هم قرود في المجال ده. قرود. ما هي يا فندم بص، احنا عندنا احنا كان عندنا امكانيات في دي قوي، احنا اللي اهملنا نفسنا. يعني احنا التعليم الفني ده ثروه لا تقدر بمال، وانت اهملتها. احنا سنين صح اهملناها لدرجه حتى الاعلانات اللي بتنزل احنا هنديك شهاده جامعيه. يعني ايه شهاده جامعيه يا سيدي؟ اللي معاه دبلوم وناجح في تخصصه احسن مليون مره من شهاده جامعيه. واحنا نشكر ربنا بقى بالمدارس الجديده اللي طلعت دي. ما احنا عايزين نبقى نزود العدد ده، ليه؟ انت عندك عدد سكان كبير، فلازم تستوعب نفكر منطقيا، انا هستفيد من النقمه دي ولا خليها نعمل ايه؟ ما هو ده جزء من التركيبات النفسيه عاده بتاعه ولي الامر، اللي بيقول لاولاده خشوا طب وهندسه بس، واللي بيقول لاولاده انت لازم تخش ثانويه عامه بس. ما ده برضو للمنظور ان هو مش شايف المستقبل. ان احنا يعني حضرتك كاعلام لو بتركز على دي، ان انا اجيب النهارده الناس اللي معاهم صنايع، الناس اللي معاهم زراعه، الناس اللي معاهم دبلوم مش عارف في زراعه القطن، دبلوم في زراعه كذا، الناس دي بتاخد مبالغ كبيره قوي. الناس اللي بتشتغل على البريمه ده بياخد مبالغ كبيره قوي. الناس لو في الاعلام بتركز، لكن الاعلام كله بيركز ايه؟ دكتور رحنا له العياده بدفعنا كذا، مهندس اصل شغال في شركه بياخد كذا. فالاعلام لما بيركز، اقول لسيادتك حاجه، في احدى الجهات قالت عايزين تمريض. ولما عملوا تركيز عليهم في الفتره كان كل اللي داخلين فوق ال 95%. ده على هدايا انا شايف بعينيا، يعني ما حدش قال لي. كلهم مقدمين على تمريض، ليه؟ سفرهم المانيا تدريب وسفرهم امريكا تدريب وسفرهم كذا. يبقى انت اذا لما الاعلام بيركز على جزئيه الناس بتروح ناحيتها، لكن الناس لما بتسيبها لنفسها هو كله معاه ذهنه مع الماضي فقط او على اللي هو شايفه بعينيه فقط. لكن انا عشان من النظر المستقبليه اللي هي اقتصاديه برضو وهتجيب لك فلوس افضل، يعني انا لما بقول لهم عليه علوم جنائيه دي في كليه العلوم تبقى رائعه، قسم الكيمياء والطبيعه دي كليات رائعه. يعني هو زوير خريج ايه؟ كيمياء، خريج كليه علوم. طب انا كليه العلوم دي اللي هي كليه العلماء، انا يعني النهارده كام النهارده عالم انا استفدت منه؟ ما دي برضو جزئيات. طيب. ان انا ما بستفدش من الناس دي كويس قوي. انا هنا هروح على مساله الاحتياجات كمان بتاعه سوق العمل، يعني انا مش عايز برضو ابقى عمال بوجه الولاد في حته وابقى انا كمان مش فاهم سوق العمل اصلا محتاج ايه، سواء اذا كان على المستوى المحلي او اقليمي او على المستوى العالمي. خليني هستاذن اروح لفاصل وارجع بالسؤال ده لدكتور دعاء، استنونا لو سمحت. أصلاً كنت هحكي لضيوفنا الأعزاء حاجة معينة يعني، بس مش هتتقال على الهوا دي. المهم خلونا نجدد الترحيب مرة تانية بدكتور دعاء سليم وبدكتور جمال فرويز، وقلت أنا عايز أرجع للدكتور دعاء على مسألة بمسألة العلوم البشرية، يمكن اتناقشنا في ده في الفاصل شوية، هي مش عاوزين نوجه الولاد لحاجة بعيداً عن الشغف، بس كمان بنقعد نفكر. أنا بقى هنا أب، فأقعد أفكر ما أنا كمان عاوز الولاد يخشوا كلية تضمن لهم شغل كويس ومحترم وبالتالي دخل كويس ومحترم طبقا بقى للمتطلبات اللي جوه مصر او المنطقه كلها او الدنيا الى اخره، ولا ايه؟ هو طبعا في مجالات، يعني لو احنا بنتكلم كده في العموم هنقول فعلا في مجالات مطلوبه جدا، ولكن زي ما كنت بقول لحضرتك انا مش عايزه اوجه واتكلم واقول للناس ده احسن من ده او ده مش احسن من ده، ولكن خليني اقول
أكيد أكيد، كل ما له علاقة بالتكنولوجيا، كل ما له علاقة بإدارة المعلومات، كل ما له علاقة بالتغير المناخي، التنمية، الطاقة المتجددة، يعني دي كلها حاجات ومجالات إحنا شايفين إحنا العالم كله ماشي ليها، وإحنا كمان ماشيين فيها، وعندنا الكوب 27 اللي هي في شرم الشيخ في شهر 11 بنتكلم عن التغير المناخي، وهنتكلم فيه عن يعني إيه تنمية مستدامة. فدي كلها مجالات وما له بالعلاقة بالزراعة والغذاء ونقص المياه، ودي كلها مجالات العالم متجه ليها ومصر متجهة ليها بشدة وبقوة. فالشايف أنه أو حابب كطالب بقى ثانوية عامة وشايف أنه هو حابب حاجة من المجالات دي، أنا أشجعه أنه يتجه فيها. ولكن هرجع تاني أقول لحضرتك اللي عنده شغف في حاجة مختلفة هقول له أولوية، روح اشتغل في اللي انت عندك فيه الشغف بتاعك عشان يشتغل وهو مبسوط، واشتغل وانت مبسوط، وعشان تبقى ناجح. انت مش هتبقى ناجح إلا وانت مبسوط بتعمل اللي انت بتحبه. فلو انت دلوقتي انا بقول للمعلومات ونقول تكنولوجيا المعلومات، وانت واحد مش بتاع لا معلومات ولا تكنولوجيا معلومات ولا بروجرامينج ولا بتاع، وكبرت ان انت تشتغل في الشغل، انت بتحب الرسم، هتعمل ايه؟ ادرس فنون تشكيليه، بتحب الرسم، هو العالم هيبطل يحتاج طبعاً الرسم؟ بالعكس، مش هيبطل، هيبطل يحتاج الـ يعني انا عندي يعني ناس كتير قوي بيحبوا موضوع جولري ميكينج مثلا انا ما جبتش سيره جولري ميكينج خالص في اللي انا قلته، بس انا بحب اعمل جولري ميكينج. لو طلعت اشتغلت فيها ونجحت فيها، هو ده اللي انا، هو ده شغلي، هو ده اللي انا بحبه. طيب هنا هرجع لدكتور جمال. طب يا دكتور، افترضنا ان انا يوسف، انا طالب في الثانويه العامه وانا عايز ادرس كيفيه اداره مراجيح مولد النبي. حلو، بتجيب فلوس مزاجي كده، بجيب فلوس كويس، ابقى راجل صاحب زقازيق ندم وكسيب. انا هقدر ازاي اتعامل مع اهلي الكلاسيكيين اللي شايفين انه لا، لازم تخش كليه كذا او كذا او كذا علشان المجتمع يحترمك؟ نقول لأهالينا إيه وقرايبنا إيه؟ هتروح في يوم من الأيام يا ابني تتجوز ولا تخطب تقول لهم إيه؟ حقيقي لا، ده كلام كارثة، كلام واقعي. بس أقول لسيادتك أنا، بس قبل ما تطلع النتيجة عايزين نقول للأهل خدوا بالكم، إحنا في قصة كل سنة الشباب اللي بيؤذوا نفسهم بعد النتيجة، في ناس تأذي نفسها بعد النتيجة، لم يحقق المرجو أو الهدف المنشود. احنا معانا ولاد عصبيين، ولاد او بنات، كل اب وام عارف ان ابنه عصبي او بنته عصبيه، قلوقه، بتتوتر بسرعه. ما اضغطش عليها اليومين دول، اكتنفهم شويه، اقرب منهم. النتيجه دي اولا انت عملت اللي عليك، والنتيجه دي بتاعت ربنا في الاخر. الاهم من كده نخطط مع بعض بلان A بلان B بلان C، احنا هنعمل ايه بعد النتيجه. ما خدناش دي، يبقى في عندنا البديل الثاني، البديل الثالث، في اللي بيروح يقدم كليه عسكريه، اللي بيروح يقدم كليه الشرطه، في اللي هيقدم في كليه تربيه رياضيه، في اللي هيقدم اللي هي الحاجات اللي فيها اختبارات ومش اجبار ان انا هدخلها، يعني انا بقدم وطبقا لامكانياتي بدخل او لا. هنا لازم الطالب والاب والام، احنا قاعدين مع بعض لنا سنين عارفين دماغ ابننا، زي ما الدكتوره بتقول الولد ده بيحب كذا، اساعده انه يوصل لدي. طيب ما هالكليه دي لو ما نفعتش في البديل بتاعها بيه كذا، وهيشتغل قرب المجال ده او في نفس المجال بس في تخصص اخر، بس في نفس المجال العام، في كليه سي او المعهد سي هيشتغل في نفس المجال. لكن ما اضغطش على ابني، والنبي كل اب وام ياخدوا بالهم من الكلمتين دول، ابن خالتك احسن منك، ده البنت بنت الجيران جابت اعلى منك، اصل انت يا خايب يا كذا يا اللي عملت لي كذا، الفلوس اللي دفعناها في الدروس ضيعتها علينا، الفلوس اللي كنا بندفعها في المدرسه ضيعت. يا اخوانا مش كده، خدوهم في حضنكم. وكلمه اللي ذاكر ذاكر دي كلمه تعقد طوب الارض. انا معلش انا بستاذن ان انا هطلع فاصل، هنرجع بعد الفاصل نكمل الكلام. هو
والاوقات الحلوه والاوقات المهمه بتعدي بسرعه جدا. خلونا نجدد الترحيب بسرعه جدا بدكتور دعاء سليم وبدكتور جمال فرويز، وهرجع على دكتور دعاء وانا بستاذن دقيقه ودقيقه دقيقه. الخلاصه النهائيه او النصيحه لو صح التعبير اللي بنقدمها للطرفين، انا عايزه اقول انه يعني لاولياء الامور الاول حقيقة ما تضغطوش على اولادكم، سيبوهم يعملوا اللي هم حابين يعملوه، يدخلوا الكليه اللي حابين يدخلوها، يتجهوا للعمل اللي هم حابين يشتغلوا فيه، لان هو ده اللي هيضمن ليهم النجاح والسعاده. واقول للطالب حاول قبل ما تختار تسال نفسك او تعرف نفسك انت بتحب تعمل ايه. اسال نفسك شويه اسئله، جرب كده خلال اليوم، شوف انت اكتر وقت بتقضيه بتبقى سعيد فيه لما بتعمل ايه، وابتدي شوف انت اهتماماتك بايه اكتر، وابتدي اسعى في ان انت تتجه نحو الاهتمامات دي، وهو ده اللي يكون فيه فعلا الشغل بتاعك، لان هو ده اكيد اللي هتحقق بيه النجاح بتاعك. تايم مانجمنت، تمام. 60 ثانيه دكتور جمال. عايز اقول لكل واحد واحده، الثانويه العامه ليست نهايه مطاف، دي بدايه كارير. الكارير ده بتاعك انت، انت لو انت شايف حاجه لابنك كويسه اقنعه بيها، مش مقتنع سيبه يروح للي هو عايزه. دي نمره واحد. نمره اتنين، ليس النجاح في دخول كليه، النجاح في الخروج من كليه كويس. صح. العبقريه ليس ان انا ادخل كليه الطب، النجاح ان انا اطلع ناجح من كليه الطب. ليست عبقريه ان انا ادخل الهندسه، النجاح ان انا اطلع من كليه هندسه ناجح، كليه الاعلام ناجح. انا بشوف ناس خريجه اعلام، انا اسف، ما بيشتغلوش في الاعلام، بيدوروا على شغل. ناس خريج الطب ما بيشتغلوش اطباء، ناس خريج الهندسه ما بيشتغلوش مهندسين. اللي يهمني ليس الدخول ولكن الاقتناع بالكليه اللي هتدخلها، ان انت هتنجح في اي كليه هتدخلها طالما انت بتحبها وهتتقبل الماده العلميه بتاعتها. ياما ناس كانوا معانا في كليه الطب كانوا مش طايقين الكليه ومتنرفزين ومتعصبين، وفي ناس طلعت 36 سنه و 38 سنه اتخرجوا، وفي ناس الله اكبر 6 سنين امتياز ويطلع ويتعين والنهارده اساتذه زي الفل. ده حابب الكليه فنجح، ده مش حابب الكليه فما كانش بالنسبه له اهتمام نهائي. صح. وبالتالي دمر مستقبله للاسف. انا بشكركم جدا 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 على وجودكم رغم ان الوقت كان قصير. دكتور دعاء سليم نورتينا، الف الف شكر ليكي. دكتور جمال فرويز نورتنا وشرفتنا كمجرة العادة. واحدة واحدة. طيب هختم اهو، هختم اهو. انا ليا فعلا واحد قريبي بالظبط كده دخل كلية الطب علشان والده عايزه يطلع دكتور بأي شكل من الأشكال، ساب الكلية وهو في سنة خمسة، يعني ضيع 5 سنين من عمره، وراح درس بعد كده إدارة أعمال وتجارة ومحاسبة وحاجات زي كده، وبقى رائع عظيم، مدير شاطر خالص. تاني بالراحة على أولادكم. كل شكر مرة تانية لدكتور دعاء سالم رئيس إدارة البرامج والشراكات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة في إدارة الموارد البشرية. كل الشكر مرة تانية لدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، نورتونا وشرفتونا. ولو كلنا العمر بقى احنا إن شاء الله هنقابلكم لسه يوم السبت إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة. سلامات.